لو عندك شرخ زي اللي موجود معانا ده ما تستناش لغاية ما يوصل للحالة بتاعت العمارة اللي بتنهار قدام عينينا دي. عندنا بناء على الشرح بتاع الفيديو انا عملت الحاجة بايديا، وتعالوا بقى نشوف انا عملتها ازاي. بصوا معايا بقى اهو، حالة زي دي، ده شرخ موجود عندي، اجي الناحية دي. طيب حالة زي دي انا عندي شرخ زي اللي انتوا شايفينه ده، ده موجود في بلكونة. طبعا احنا عندنا الشروخ انواع كتيرة هنقولها لكم، ما تقفلوش الحلقة في الاخر عشان هنقول لكم ده سببها ايه، ده شرخ فين وسببه ايه وخطورته قد ايه وعلاجه ايه. لكن احنا النهاردة اللي احنا عايزين نوصله لكم ازاي وانت قاعد في بيتك هتعرف تعالج، تعمل حكاية اللي انا عملت.